مساء الخير أعزائي مشاهدي ومتابعي بوابة الفجر. النهاردة في قصة كفاح جديدة، قصة كفاح إبراهيم ما شاء الله طالب في كلية حاسبات ومعلومات، تقدير امتياز على مستوى ال3 سنين، إن شاء الله يتعين ويبقى معيد. هنتكلم معاه النهاردة ونشوف قصة كفاحه مع تعليمه، يعني مش بيتعلم بس، لا ده كمان بيشتغل هنا في أحد مخازن شبين الكون. طبعا حاجة جميلة جدا، هنتكلم معاه ونشوف حكايته إيه بالظبط. إزيك إبراهيم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب تكون بخير. بتعرف توفق ما بين شغلك ودراستك؟ الحمد لله، يعني بقدر اوفق بينهم. طبعا الشغل بتاعي نظام ان انا ببدا من 9 صباحا لحد 4 مساء. طبعا الكليه برضو عندي يومين في الاسبوع، بروح الحد والاربع، بمشي مثلا من هنا على الساعه 9 الصبح، برضو برجع على 5 المغرب. بقدر طبعا اوفق بينهم عن طريق ان انا مثلا يوم الحد والاربع دول بتبقى المذاكره بالنسبه لي صعبه شويه. حصلت في ال3 سنوات على تقدير امتياز؟ الحمد لله، يعني ده فضل من عند ربنا اولا، ثم تشجيع عيلتي ليا والناس اللي معايا في الشغل واعضاء هيئه التدريس. الحمد لله، يعني المعامله بالنسبه لي الحمد لله، يعني من معاملتي للناس بيحبوني، وعشان بيحبوني الحمد لله بيدعوا لي وبيدعموني، وبحمد وبشكرهم جدا. يعني من اول سنه اولى ثانوي لحد هذا الوقت في ثالثه كليه اهوت، والحمد لله يعني اللي بيتعب ربنا بيديله. نفسك تبقى ايه؟ نفسي ان شاء الله ابقى معيد في كليه حاسبات ومعلومات، او في اي كليه سواء كانت في شبين هنا او في طنطا او في نفس المجال اللي انا شغال فيه. بس ان شاء الله يعني كل ده طبعا هيجي بعد تعب، وباذن الله يعني الواحد طالما بيتعب ربنا بيديله، وباذن الله ربنا يكرمنا يعني ويوفقنا، وان شاء الله نكون حاجه كويسه يعني.